الأحد 28 من يوليو، أهلا بكم في عدد جديد من اقتصاد بلس، وتتابعون معنا اليوم. حكومة الوحدة الوطنية تعلن عن خطة جديدة لمكافحة تهريب الوقود في ليبيا. أنقرة تنوي التنقيب عن الهيدروكربونات البحرية بليبيا. وتابع أيضا رد روسي على تقرير طباعة الدينار الليبي المزيف. التفاصيل تتابعونها معنا اليوم في اقتصاد بلس. وأولى فقراتنا نأخذكم إلى جولة إخبارية من صحيفة صدى الاقتصادية في صدى الأخبار. في صدى الأخبار تلتحق بنا مباشرة الزميلة نسرين سليمان. نسرين، مساء الخير. وبداية ننطلق بقرار مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار بخصوص قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية. بالفعل مساء النور وفاء، ننطلق في أولى أخبارنا لهذه الفقرة من مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، الذي أصدر قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية الأفريقية عذرا. وبموجب هذا بموجب أحكام هذا القرار يعاد تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية على النحو التالي: عبد الناصر علي عبد الله شرمدو رئيس مجلس الإدارة، ورضوان زين العابدين عبد الحفيظ نائب لرئيس مجلس الإدارة، وثلاثة أعضاء آخرين. طيب، نمر لتصريح رئيس قسم الأعلام بشركة البنيان للحديد والصلب الذي أكد أن الشركة لا تؤثر على شبكة الكهرباء. بالفعل طبعا تحصل صحيفة صدى الاقتصادية حصريا على تصريح خاص من رئيس قسم الإعلام بشركة البنيان للحديد والصلب، الذي تحدث حصريا للصحيفة أن أنها لا تؤثر على شبكة الكهرباء. عمل الشركة لا يؤثر على شبكة الكهرباء، وأن لديهم خط خاص، وتحدث عما توفره الشركة للسوق المحلي. هنشوفوا هذا التصريح من خلال هذا. مصنع عند القدرة أنه ينتج حتى لعند 1600 طن يوميا، تمامه، لأن المصنع تمامه. بالنسبة للخط الكهرباء اللي موصول بالمصنع خط خاص، يعني لا مناش مؤثرين الدولة في أي حاجة، فلدينا القدرة حتى في عز المشاكل بتاع الكهرباء بتاع الدولة أن احنا ننتج أفضل إنتاج مع الشركات. واجب عندنا البلت بتاعنا، البلت بتاع المصنع اللي هو الخام الأساسي الأول لصناعة حديد التسليح، طبعا صدروا فيه حتى لعند تونس. يعني المصنع يعتبر حتى المواد الأولية بتاعها جودة ما شاء الله. حصلتم أيضا نسرين على تصريح من عضو لجنة إعادة الأعمار والاستقرار عبد الرحمن زيد بخصوص مرحلة إعادة الأعمار. بالفعل حصل صحيفة صدى الاقتصادية أيضا على تصريح حصري من عضو لجنة إعادة الأعمار والاستقرار عبد الرحمن زيد، الذي تحدث صحيفة صدى الاقتصادية عن مراحل إعادة الأعمار وعن الأعمال التي تجري ليلا ونهارا وعمل الشركات بشكل جدي وسير المشاريع وإقبال الشركات الأجنبية للدخول في السوق الليبي. هنشوف هذا التصريح من خلال هذا الفيديو أيضا. المسؤول الأول لما يدخل للموقع الساعة 2 الفجر والساعة 5 الصبح والساعة 6 العشية يعطي طابع أن في رقابة، وفي نفس الوقت أن في عمل مستمر، وهذا اللي انعكس على الكلام اللي أنت تشوفه فيه الآن. الشركات تخدم على مدار الساعة. كان فيه عزوف، بعد ما كان فيه عزوف من الشركات على دخول السوق الليبي باعتبار أنه كان فيه ظروف الوضع الأمني وغيرها من الظروف المصاحبة، الآن نجد أن صار العكس، في إقبال كبير من الشركات الأوروبية والمحلية والآسيوية وغيرها وفق السوق أنها تبي تدخل السوق الليبي وتبي تشتغل من خلال تجارة مواد البناء، من خلال الشركات المنفذة للمشاريع. ونختم مع محكمة استئناف بنغازي بخصوص قرار دبيبة بمنح الأذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا. مصري، بالفعل قضت محكمة استئناف بنغازي بانعدام قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل عقاريا جزئيا الصادر في ديسمبر عام 2022. وأوضحت حيثيات المحكمة أن القرار معيب لعدم الاختصاص ويوجب على القضاء انعدامه، والإشارة كذلك إلى أن حكومة دبيبة التي أصدرت القرار هي حكومة مدية الولاية وفق قرار مجلس النواب لعام 2021 وفق حكم المحكمة.
واضح، شكرا لك. إذن كانت هذه جولتنا في صحيفة صدى الاقتصادية. نمر الآن إلى فقرتنا الموالية، الأخبار. آخر وأهم الأخبار الاقتصادية ونستهلها بالعناوين. حكومة الوحدة الوطنية تعلن عن خطة جديدة لمكافحة تهريب الوقود. أنقرة تنوي التنقيب عن الهيدروكربونات البحرية بليبيا. ورد الروسي على تقرير طباعة الدينار الليبي المزيف. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. أعلنت حكومة الوحدة الوطنية بدء تطبيق منظومة جديدة لمراقبة استهلاك الديزل بشكل دقيق، وذلك لمنع تهريبه من خلال مراقبة توزيعه بدءا من الموانى وحتى وصوله للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة منظومة تنظيم الوقود ومنع التهريب المقدمة من شركة النماء للاستثمارات النفطية. وتضمنت خطة الشركة تزويد كافة محطات الوقود بالمعدات اللازمة بالإضافة إلى المعدات التقنية اللازمة. رفضت المؤسسة الوطنية للنفط عرض شركة تراستا الإماراتية فيما يتعلق ببيع حصتها في شركة ليركو المشكلة لتشغيل مصفات راس لانوف. وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بنقدارة في رسالة للشركة الإماراتية إنه لا جدوى من إدخال طرف ثالث في شركة ليركو يحل محل شركة تراستا قبل تسوية كافة الإشكاليات القانونية القائمة بين شركة تراستا والمؤسسة الوطنية للنفط، سواء المنظور منها أمام غرفة التجارة الدولية بباريس أو المنظور أمام القضاء الليبي. في موضوع آخر، نفذ مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع سوق الجمعة جولة تفتيشية استهدفت مصنع لصنع المرطبات، حيث تم تسجيل جملة من المخالفات المتعلقة بالنظافة العامة وغياب الشهادة الصحية لبعض العمال وغيره، ليتم قفل المصنع بالشمع الأحمر إلى حين صيانته ومطابقته للمواصفات. طبعا ليه كده؟ فوق العجينه الحق من التوكه اللي قبلها كلها محطوطه هنا، كلها محطوطه هنا. تعال شوف هنا، شوف العجينه كيف بتسخى. شوف هنا، شوف العجينه كيف بتسخى، شوف كيف تفتحها. شوف هاي، شوف هاي، شوف هاي، تعال شوف، شوف العجينه كيف بتسخى. كل الحق العجينه ملوته ومسخه. شوف المره اللي فاتت، انا اوريك. شوف بره اصبعها بليوش هذا مراد. شوف هاني، شوف هاني، تعال شوف هاني، شوف هذه خمارة سبعان فارحة. طبعا تحتاج للنظافة طبعا. طيب صفة عامة، هو مفروض مرضيات طبعا الطبخ ومواصفات، مفروض من سهلة التنظيف. الإمكان يحتاج إلى شفط، شفطات، ما في شيء. تمام. ثلاجات، شنو وضعها؟ ثلاجات طبعا سمحت بدي خصبه فين في العجين الفاسد. بعض الكوشين يحتاج الى نظافه. في موضوع آخر، أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيركدار أن أنقرة تسعى إلى إجراء مسوحات بحرية للبحث عن الهيدروكربونات في المناطق البحرية الليبية. وكشف الوزير أن هناك مجالات تقترب فيها طرابلس وأنقرة من التوصل إلى اتفاق بخصوصها مع تطورات محتملة في الأفق وفق قوله. واعتبر بيركدار في مقابلة نشرتها صحيفة صباح التركية ليبيا دولة رئيسية في موارد الطاقة، وأكد اهتمام تركيا بمشاريع النفط والغاز الطبيعي البحرية والبرية في ليبيا. أكدت بلدية بنغازي اعتزامها اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات على عقارات وأراضي مملوكة للدولة واستردادها. وقالت البلدية أنها بصدد حصر التعديات بالتنسيق مع مصلحة أملاك الدولة وجهاز الحرس البلدي والجهات الأمنية ذات العلاقة، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإزالة. وأضافت أنها تصدر هذا التحذير نظرا إلى تعديات على العقارات التابعة للدولة الليبية داخل نطاق البلدية من قبل العديد من الأفراد والجهات الخاصة، بما في ذلك أعمال البناء على أراضي تعود ملكيتها للدولة. بلبلة في صفوف الليبيين بعد التقرير الذي نشرته وكالة رويترز حول الدينار الليبي المزيف الذي طبعته روسيا، ليأتي الرد الروسي بالنفي. أكثر تفاصيل في التقرير التالي.
على أثر ما أثره تقرير رويترز حول دينار الليبي المزيف الذي طبعته روسيا والذي سبب بلبلة في صفوف الليبيين، جاء الرد الروسي بالنفي على لسان سفارتها في ليبيا، رد اعتبر الأخبار زائفة وهدفها تشويه العلاقات الروسية الليبية المشتركة، متهما الجهات البريطانية بالوقوف وراء الإدعاءات المذكورة وفق نص البيان الروسي. فقد أعربت السفارة عن عدم استغرابها من استمرار لندن في نشر معلومات عبر مصادر لا تسميها، باستثناء مصدر واحد قالت السفارة إنه تابع للمخابرات البريطانية وقدمته الوكالة بصفة متخصص. وللإشارة فقد نقلت وكالة رويترز البريطانية عن 3 مصادر وصفتها بالمطلعة دون أن تسميها أن أوراقا غير رسمية من الدينار الليبي استبدلت في شرق ليبيا بعملة الدولار الحقيقية، ما سبب انخفاضا في قيمة الدينار الليبي. المصادر أكدت بأن بعض تلك الأوراق النقدية طبعتها روسيا وصدرتها إلى شرق ليبيا هذا العام لتمويل مشروعات البنية التحتية، بينما جرى طبع أوراق نقدية أخرى بوجه غير مشروع داخل البلاد وفق تقرير رويترز الذي أشار إلى مطالبته كل من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وفرعه في بنغازي والجيش الليبي وشركة جوزناك الحكومية الروسية لطباعة الأوراق النقدية بالرد والتوضيح دون جدوى. وللإشارة فإن الدينار الليبي بدأ في الانخفاض العام الماضي لكنه تراجع بسرعة أكبر في أوائل عام 2024، وهو انخفاض أرجعه المصدر الدبلوماسي والمصدر المصرفي إلى ضخ عملات جديدة في شرق ليبيا. أما في السوق الرسمية، استقر متوسط سعر صرف العملة الأمريكية أمام العملة الليبية عند مستوى 4.83 دينار، في حين انخفض سعر صرف اليورو إلى 5.23 دينار من 5.24 دينار، والجنيه الاسترليني إلى 6.22 دينار من 6.23 دينار، وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. فهل تكشف الساعات القليلة القادمة عن ردود رسمية من الأطراف المصرفية الليبية تؤكد أو تنفي الاتهامات الخطيرة الواردة في التقرير؟ دولياً بدعم من الإنفاق الاستهلاكي وعلى الرعاية الصحية، نما الاقتصاد الأمريكي سريعاً خلال الربع الثاني ليسجل نمواً بنسبة 2.8% على أساس سنوي بعد تعديله حسب الموسمية ومعدل التضخم، وذلك وفقاً لأحدث تقارير وزارة التجارة الأمريكية. وقال موقع وول ستريت جورنال أن معدل نمو الاقتصاد الأمريكي الذي سجل خلال الربع المنتهي تجاوز توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت الصحيفة آرائهم والتي توقفت عند 2.1%. وأكدت وزارة التجارة الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي شهد تسارعا حادا في معدل نموه خلال الربع الثاني مقارنة بمعدل 1.4% التي سجلت خلال الربع الأول من العام. وارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثاني بمعدل سنوي بلغ 2.3% بعد تعديله وفقا لمعدل التضخم، متسارعا من الربع الأول الذي ارتفع فيه بنسبة 1.5%. حيث وضح تعزيز الأمريكيين لإنفاقهم على السلع، كذلك ارتفع الإنفاق الاستثماري بنسبة 5.2% بعد أن أنفقت الشركات المزيدة من المعدات. وزاد الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي معدل حسب التضخم بنسبة 2.3% في الربع الثاني، متسارعا من الربع الأول عندما ارتفع بنسبة 1.5%. وعزز الأمريكون الإنفاق على الخدمات والسلع، كذلك زاد الإنفاق الاستثماري بنسبة 5.2% مرتفعا عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام حيث أنفقت الشركات المزيد على المعدات. ويقدم تقرير عن وزارة التجارة الأمريكية لمحة سريعة عن أداء الاقتصاد مع الاقتراب من نهاية فترة حكم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبعد عامين من ارتفاع التضخم الذي دفع بنك الاحتياط الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة في نحو 4 عقود على أمل إبطاء نمو الاقتصاد الأمريكي وإيقاف اشتعال سوق العمل. ورغم أن الوضع يبدو على ما يرام وفقا للعديد من المؤشرات الاقتصادية حتى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة ورغم تباطؤ وتيرة التضخم، فإن العديد من الأمريكيين ما زالوا غير راضين عن ارتفاع أسعار البقالة والسيارات والمساكن إلى حد كبير مقارنة بما كان الوضع عليه قبل بضع سنوات. وعلى الرغم من تلاشي توقعات الركود، إلا أن هناك علامات يرى المحللون أنها تشير إلى بعض الضعف
الأطراف في الاقتصاد الأكبر في العالم. وخلال الأسابيع الأخيرة أظهرت سوق العمل التي سمحت لملايين الأمريكيين بالتحول إلى وظائف ذات أجور أعلى أو تناسبهم بشكل أفضل خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة علامات على التباطؤ، وارتفع معدل البطالة إلى 4.1% أول مرة منذ عام 2021. ورغم أن هذا المعدل لا يزال منخفضا تاريخيا، إلا أنه أكد أن أصحاب العمل أضافوا وظائف بوتيرة أبطأ في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول. ويواجه المستهلكون أيضا ربحا أو رياحا عفوا معاكسة متزايدة بسبب تكاليف الاقتراض التي لا تزال مرتفعة. وكان موسم شراء المنازل في فصل الربيع الذي عادة ما يكون أكثر الأوقات ازدحاما في العام بالنسبة إلى سوق الإسكان قد فشل بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري. ورغم ما قد يسببه تقرير من زيادة تردد البنك الفيدرالي الأمريكي في بدء دورة جديدة لخفض معدلات الفائدة ستكون الأولى منذ عام 2021، لم يكن للبيانات الصادرة تأثير يذكر في أسواق الأسهم الأمريكية في تعاملات ما قبل فتح الأسواق، وذلك بعد تراجعات يوم الأربعاء الذي كان أسوأ أيامها منذ عام 2022، والذي شهد خسارة مؤشر ناسداك أكثر من 3% من قيمته عند بداية اليوم. فاصل قصير ونواصل معكم اقتصاد بلس. مساء الخير، أهلا بكم من جديد. اقتصاد بلس متواصل، والآن إلى فقرتنا أسواق بلس. وجولتنا اليوم ستكون في محل بيع الفواكه بطرابلس. ستة دينار هذه الزبدة يقولوا عليها، عندنا هذه المبروكة 8 دينار، بضاعة كل يوم صالحة وبضاعة طازة بسم الله ما شاء الله. فلفل ألوان 4 دينار، أفوكة 20 دينار بسم الله ما شاء الله. عندنا تفاحة طاري 15، كل يوم بضاعة طازة بإذن الله، بضاعة ما شاء الله. تفاحة هذا طلياني 15 دينار، التسريحات 14 دينار عادي برا. كيوي 18 دينار، بضاعة طازة بضاعة بسم الله ما شاء الله، كل يوم زي توا. عندنا هنزاس حتى هو 18 دينار، عندنا تفاحة هنزاس، عندنا تشيني وعندنا التركي، هذا أول التشيني وهذا التركي 18 دينار بس تسريحات، برا يبيعوا فيه ب 25 دينار احنا مسرحين، نخلي الناس تاكل ما فيش مشكلة. عندنا تفاحة تركي 10 دينار بضاعة زي تو بسم الله ما شاء الله، كل يوم تفرغ الحمد لله. عندنا موز برا يبيعوا فيه بال 12، احنا نبيع فيه ب 9 دينار وبتبيع ب 10 دينار. بالنسبة للموز 210 احنا نبيع فيه ب 8 ب 9 حسب السوق ما يوطينا نبيع فيه. عندنا عنب الزواتينة 12 دينار نبيع فيه، جملة ب 12 دينار احنا نبيع فيه بسعر الجملة. عندنا عنب بابوريشا نفسه حتى هو وطني بضاعة بسم الله ما شاء الله. تفاحة ب 12 دينار هولندي بضاعة بسم الله ما شاء الله، كل يوم زي تو. عندنا الخوخ وطني وخوخ تونسي 15 دينار ب 12 دينار. هذا كله وطني. العنب هذا كله وطني، عندك هذا الزواتينة، عندك هذا وطني، وعندك هو تونسي. بضاعة ما شاء الله، كل يوم زي تو بضاعة صابحة. هذا شيء بيتم الحمد لله رب العالمين. عندنا الخوخ هذا وطني، عندنا هو تونسي، عندنا هذا وطني. كله ناس برا بيحبوا 15 دينار، احنا نبيع ب 12 دينار بس. القابلة بتاعته تو ب 120 جنيه، نبيع براس ماله. عندنا اليوم الصيفي ثلاثة. مش ماشي 12 عوينه حتى هي 12 دينار ماشي تسريحات. ابو عمر صرح يعني الحمد لله رب العالمين ماشي الامور. عندنا اللم الصيفي حتى هو 3 كيلو ب 10، لم مصري تبارك الله الحمد لله كل يوم بيفضل الحمد لله وماشي الامور. بركتنا في داخل السياحيه بضاعه كل يوم زي التو بسم الله ما شاء الله. القلعاو 4 كيلو ب 10، قلعاو بن وليد بنا وصلنا تبارك الله. كيف ما يبي الزبون نحطيه، يبي دلاء، يبي قلعاويه، يبي زوز، يبي 10، كيف ما يبي نحطيه. والدلاع زي تو كل يوم برقه بسم الله ما شاء الله، دلاع تونسي بنا وصلنا تبارك الله. الزبون قبل ما ياخذ يذوق يعني بضاعه صلنا وبنا ربي يبارك. بهذا نكون قد وصلنا لنهايه موعدنا لليوم من اقتصاد بلس. شكرا لكم على حسن المتابعه والاهتمام، في امان الله.